بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل أنت وعن أول أكسان داود يالي بلهانتي بميل كستود عالم كي نغا داوان أيسان كسو اللوابة برنامج كبلوش دا أو سيدة توسكا بيرس أو تان تي في عالمي غا هكالسان حرونتو وكلية هاي قلبات كمغالة لندن برنامج كألا بو حايد الله سعوسي أنقو عبد الرساق سولي علي وحانا إيلاق يبقلي عبد الكريم محمود وأسوا قويهان سوماليه تسلم رحان تأسنا ما أنت دو بيرادو برنامج كإيقلا فلنقين دونا هلغن بالمركة ورئيسة عن كويسو دو تي في كالسان يولي بلندن وما ستا عبد الرساق انقلب ناكسن أما مخرب ناكسن ومعمول كالتلفزيون كاي ودمان نمط سوماليه توان سلاميا سلام ديرن بان هوا دمرينيا ادبان وفرح سنة برامج كان مهم كا وعي كلين تبلشدا انان كالا قيب كالو سان هوريبا ايكا براتين با برامج كا قيبي سي هوري آن وغا قيب كالي ادب نخد عبد الرساق وأنا أقول أن عبد الكريم تاي مدلة مدعيان ومارتي كوسو إلينينا أن داود السيدة دكتورين ببرنامج كو برنامج كارما بولشدة أون حد با حالة تايغن يوحيا بها نوصلنا هاي ومدة صومالية وحبيبي وقبل نسان وكوسو بندقنو أن ما أنتو حان ودوني ناخذ بها نوصلنا هاي مهم يعني ومدة صومالية مرور وعالم كي كتشوفان غضب كاسو أن وحيا بكوساب صندقن كا أما وحيا بها دغن كا يو هرمر كا يو تعليم تا يو مارتي شراء أولي لهذا معنى هذا اللي خرسون أو يسوق شراء مركزي وحيالها إفكتيف ككل نقطة إن جريتان كبي أدول بو معرفة عالم كجريتة يقوم يدول بو عالم كمعرفة مركزي كسران هسا حتى يحنو سيجارة ما أنت عنو أفلان قين دون هدو أبي رادو تقو سيسار مع الصومالية يولي با إن سيتويشن كمركزي عنو دوني إنه إنانو وحكني رح إن شاء الله إن وحن دوني يا مركب ورئيس بلنا كويديو إن بوشو وما هي بوشو بل كسودو ان اتوا سؤال في عن بلاوين ان لوغادا وا مهم ان واحد بلش اي تاهي ان كل شدو واحد ويان وا دد تغانيو ودن لاشو اي كدحايسو ماشي دد جوغان اما ماشي دد نولا بنادن اي جوغان واحد كابور واحد لغادا جروبس ماشي جروبس كابورمانا وحكا أبورما بولشو مركا قيبتاس نوع عسكر عنو ديكو مركا سيدة ببولشو عويان وادات ودان نولاشو إيو ديغان كدحيو هباكا لك ديسنا داني ايديولوجي قودا إن نولشو دا إيو فكرة دو ودان نولاشا هباكا لدونا داني مركا بولشو دا الدون كا وحا لغو قيمة يا قيمة ويم بدن قابك ايو نوليهين وحا اي صومرين كانت تبوح دايك قلي كران سيستم كاي ليهين ايديولوجيكا يا فكر كاي ليهين انتا سو دان مركي لو اسكو درو سيفلايس نسي ايوهين معناها قابك مروا بكو صوب اللاضي وحي مو شيغي ساعيني كمديهين وحي لها اما بلشوين كلا اقون صدي بلش اهان لو اقون صدي مركي دفكو واقو وحيو نولان جرين نوعي كلا دوان محلو نولان جري متقنا قار وحي هاين وغارساتو قار وحي هاين متقنا بيرلي قار وحي هاين قار دورك كجرا مركا مركي دي بحنما دي ريكال بيتكا يتي اسلامكا اي تيميت والا هول مري او وحابي بنا عدنك وحا حيوانك اللوغة دوي ان او رات سرو هول مر كيسا يددال كيسا باش او كنو لكو راسدو واتحي أبدا ما تنتهي عبد الكريم أن ساد شوكتبه بلشدو قيبها عاد كفر بدن أي كقوبة انتهي أن وامحي وحيابها وحيا لذا النقضة بلشدو مرها دي بلشيهين وحيابها بلشو جرتو أو مركاسي أما دولي أما قومية أما ديانها أعضان أما قرنها أعضان وحيابها مركاسي أيضا وحيا لذا قارسيها وامحي وسؤال مهم عبد الرساق مركانو سوال لابتو سي قود بلشدة وطن دهر كوغو شيغي قيمين بدن با لا سييا بولشدا قاب نولاد كيدا قاب كا استراكشر كيدا او يهاي بولشدا هادي ايسن كدسنين ميلا بدن سيدا اقونتا ان مهنتا الا ده بروفيشناليزم كيدا اي ايديولوجيزم كا معناه وها اي درين سنتا انا وها اي امسنتا marka somali ahaan anaga islaam baanahay diinta islaamka waa ethics kana waa dhaqan kana waa diinta anaga aan kuso kornay on kuso kubnay oo nala soo gaarsiyay waa wax aan wada wadaagno oo naga dhigayo dad isku af ah isku dhaqan ah isku diin ah marka waa taa jirada weyn leh ee la burburin waayay muddo naga dagaalamay in la burburiyo
marka markii dawladdi iyo nidaamkii kala dambeyntii hore aan haysan jirnay ay burburtay dawladdi kale ma burburin dadkii community-gii dhan baa burburay waayo haddii dhib yimaado qaybna ma badbaado qaybna ma joogto waxa dhan bay wadacmimaysaa marka saa daraaddeed dhismihii iyo bildimadii iyo dawladdii iyo nidaamkii kala dambeynta kaleyma burburina bulshadii laftigeeda way burburtay oo waaweyn waxaa lagu laabtay waxa la yidhaahdo state of nature waa tahay cabdikariim aad baa mahadsantay waxaan ku hadlaynaa waa population waa bulsho mar haddii bulsho laga hadlayo bulshada waxaa soo dhexgala waxyaaba aad u fara badan oo markaasi oo laatina oo ama waxgal iyo horumar iyo nololeed yacni nolol ah ama waxaa la yidhahda dagnes mugdigelin ama gumaysi ama hoos ridis ama dilal qarsoon oo markaasi ka imaanaya maskaxiyan qofka in ama lagula dagaalamo aqoontiisa oo kale lagu hawsgeeyo ama culturekiisa oo kale lagu dilo ama iscommitmentiga yihiin dadku ama siday iskugu xiran yihiin lagu dilo marka waxyaabuhu aad isleedahay markaasi adigu dilalka qarsoone populationka way daawacaan ma jiraan mase صح هذا سؤال مهم عبد الرزاق to be honest وعرضا عن حقا بالبلارين عن كل هذا أنا بدونيو وحل يلا هذا قاب كجود الدون كأسلي سيني هاي وحصومنا مرحلة طبعا أوله كلا دون باصو مرتاي وحول بنا وحي كسو بيشوفنا يعني وحل يلا هذا باوركا يدقالة Soomaaliya qaas ahaan waliba Afrika oo dhan wadamada soo koraya ama wadamada dependentiga ah iyo wadamada horumaray sida Westernka iyo awoodda adduunka kale awood ilaah baa iska leh Mareykanku hadda hogaaminayo Mareykan waxaa helay Westernka helay marka civilizationka ama mataqaana siyaasadda ama policyga communities structure ahaaneed community-ga nooca ay rabaan inay soo saaraan dadka awoodaha sheegta ee adduunka hadda xilligan dib ugu jira maamulo waxbay abla ableeyaan waxbay u durasaan kuwana maamulka ayay u hayaan kuwana fikirka iyo qaabkii ay noqolaheed ummadda ay rabaan inay hogaamiyaan ayay uga fikiraan marka waxaa jirtay xilli aan aad u sii fogeyn markii loo eego taariikhda islaamka in siyaasadda ama qaab nololeedka dadka way of life-ka waxay ku magacaabaan westernka in isqabqabsi badan iyo struggle awoodeed uu ka dhex dhacay ayaga laftigooda xagga dhaqanka ah waxay isku qabsadeen kaniisadooyinkii iyo churchkii roman catholic-kii ma awoodda lahaanaya mase nidaamkii iyo dowladnimo ayaa awoodda lahaanaya qaabka aan ku hanan karnana shacabka ama dadka ama bulshadana waa noocee waxyaabaa space weydiiyeen waxbay ka fikireen research ku sameeyeen waxbay isbarbar dhigeen waxaa usoo baxday in la kala qaybiyo maxaa maamulka dowladeed iyo diinta waxaa la yidhaahda regiment macnaha waxay yidhaahdeen arrinta diimeedka dhib bay noo haysaa oo dhib bay noo celinaysaa oo waxaan rabna ma samaysan karno waxay rabta waxaa ahaatee inaan guda usii galama doonayo awooddii ay jajka kaniisadooyinkii dadkii mataqaanaa westernka iyo deqolooyinkii adduunka markaas baawarkooda ku istargalinaya bay wiiqiyeen oo waa iska qabsadeen awooddii kaniisadihii adduunka u tala jirtay waagoore missioners baa la diri jiray oo africa iyo wark iyo waxbaas baa loogu xeeri jiray si dadka dhaqankooda iyo culturekooda waxa ay leeyihiin ilaa culturekooda wax kaa celsha in lagu lugaanto ama lagu dhalan rabo lagu dhalan rabo masa culturka iyo ethicska adiga aa leedahay oo dhaqankaada iyo diintaada waxyaalaha soo jireenka qofku uu ku adkaan karo waa kuwaas kuwaasee lagu bedelaa marka maadaama diimihii ay weli kuwaas hayaan sideen aanu kala bixinaa nin talyaani oo tabado mijabeli la yidhaahdo siyaasiyan siyaasi ahaa mufakir falasafe ahaa ayaa fikirka in la kala qaybiyo keenay dabadaana waa kuwa raaceen oo waata hadda arkayso wadamada reer galbeedka ama amerikaba iyo kulli waa isku hal meel waa ulyadiirkeeda
فيرسو وحنقم أما الدين أو أكذا مغكرة ما هيستان ولو مرك قاركوت وحيانا هاي الشيقر عيان أي كان عيان مرمرسي يدا أي ديما هكا سوقاتين وحي وحبو بمال بيكا بلادان وحقوف كنسان كرا كيريس مجرتو مركز أسترادت نقنكا أتكسكا آد بومهم ويهي ومدو إنا يجرتو واتاي أنا سولا ونطن صوماليا عبد الكريم هاد بل ماتنتاي وحانو دخلنا هنا نوهدانا هاي صومالي إن أنا وسويلو isbariidino isii soo dhoweyno aan dabcan waxaan ogsoonahay dhaqanka Soomaalida waxa kamid ahayd adoo iska socda intaas soo 100 km ama adoo intaas soo kilometir socda marka dareen u timaadeen inay Firodeela ku qalan gaawada aan ku keenan chief yaray guriga hortiisa ku soo dhigan jilmad shaah lagu sameeyo in lagu bariyo dhaqanka Soomaalida dhaxayay oo qurux badan buu ahay Soomaalidina aan ay ku hayo miraas asir la raas kanponi waxay isticmaali jireen ay tahay aan maanta markaad fiiriso aan ummada Soomaalida waxaanu ka hadlaynaa waa shacabiga bulshada weeye dabcan wax siyaasada ma qosay barnaamijkani markii maanta aad fiiriso bulshadu sidee shalay isku raaxayd ama dhaqanku u soo banaa shalay sidee yahay maanta sidee tahay farriga u dhaxayay waa aan keenay salaadahay su'aal fiican aad buu fiican tahay su'aashaada waxaan daraalada dib loogu laabtay dhaqankeena hore balse ma suuragalaysan qiyaasayo wixii ku dhaafay way ku dhaafeen waxaa ugu badan baa loo aanay karaa su'aashaada jawaabteeda markaan xogaa si guud aan u faahfaahiyo waxaa loo aanay karaa culaysyo badan oo banaanka ka yimid saxro bulshadeeda ku sheegayba waayo dadka adduunka awooddiisa hayo waxay doonayaan dadka afrika joogan ee afrikadooda ahaadaan sidii ay rely ugu ahaayeen ama dependent ay ugu ahaayeen ay u ahaadaan wixii arrimahooda qalqal gelinaya ee ama dhaqan ah ama diin ah inay la dagaalamaan runtii waxa weeyaan waa waxyaabo u baahan aragti dheeraad ah iyo fikir qoto dheer oo ku salaysan aqoon in la ogaado in lagala dagaalamayo dhaqankaaga ma aha nasiib darro dadka aan nasiibka u helin inay bartaan ama ogaadaan qaabka nolosha iyo qaabka civilizationka ama qaabka duulaanka ay u sameeyaan wadamada ee galbeedka ah ama wadamada ku dagaalamaya awoodda marka waa fikir u baahan in dadka Soomaali laga wacyigeliyo waxaa kaloo taa noo sii beer in mararka qaarkood dadkeena Soomaalida ay yidhaahdaan waxaanu waxay nooga yimideen dhinaca reer galbeedka ba nooga yimideen habada haare waxaan reer galbeedka ka yimaadeen isma weydiina waxaan ay reer galbeedku idiin sheegayaan ma wax idinka hore aad u ogeedeenaa mase waxaynu ku cusubba oo ma haysan qaaran go-aankii ahaa meeshii fiicnad in laga qaato wixii xumeedna la iska diido marka taas waxaan ula galayaa haddii lagu yidhaahdo xoolahaaga naftaada iyo maalkaaga ayaan ilaalinayaa oo aan brotka garanayaa wax reer galbeed ku keena miya waa may walaalinta islaamka waa etikiskaaga waa waxyaabaha foundationka kugu wax islaamkaaga weeyaan qofka naftiisa maalkiisa sharaftiisa in la ilaaliyo wax ka ideolojika weyn taa inay jirto umalaymaayo waa tii oo marba fresh iyo different lagugu dhigay oo lagugu soo hoostaray waxyaabo kaloo dantooda ayaga ay tahay waxay rabtaa waxa aatay waxaa loo baahan yahay arrimahaas looga badbaadin karaa dadku inay la cayaaraan gameka ay cayaarayaan waayo aniga maanta haddii aan Soomaali ahay wadankayga aan joogo qof walbo adduunka ku nool fikirka uu ii keeno waa ablaablaynayaa waa fiirinayaa kan ma qaadanayaa dhaqankayga kan ma qaadanayaa diinteyda kan way of life-kayga ma qaadanayaa haddii intaas uu qaato ku shaqeeyo ma diidayo waa la macaamilaya adaptive system baa layidhahdaa waxa weeyaan waa la isla macaamilaa adduunka waayo meel la iskuma xiro tankabaadna dimuqraadiyadda adahayga ay sheeganayaan kolley waxay salaynaysaa qof walba diintiisa iyo dhaqankiisa iyo kaljarkiisa meesha uu ka yimid in lagu tixgeliyo taas baa ula talaysanaysaa marka waxa weeyaan waxba layskama diideen waa la challenge kareeyaa aan sabab loo sameeyo waxba la convert kareeyaa waa la convert kareeyaa aqli iyo cilmina waa loo kashtaa haya oo safe la bood lama noqdo marka saas daraadeed dhibaatooyin noocaas oo kale ayaa soo wajahay haba meel lagu soo gambadeey dadkii baan dib u soo dhisaynaa nidaamkii kala dambeyntii baan soo celinaynaa ha la soo celiyo waa wax muhiim ah qaabkee lagu soo celinaya kolley waxaa fahmi karta dabiiciga bini aadankana ah nin inuu hormaro rabo hanti yeeshta rabo awood inuu helo rabo labaas aday ku sameyn maayo waa wax common sense ah dabiicada bini
سوغابي مكو هاجينيا ها بابانو مفكرين او مدى صومالي اي كاميتاي باركوت اي مرو بسكاب تاغا صومالي اي كاتب مطقانكا ويجريا مروبا اي دهان مطقانكا ايو يدينت ان لنا هاي ومدى كاليا ان كوبا داري كرو اريغو قابلو لغيت سمي سانكرا قابلو نورات سمي سانكرا ayaa ku salaaysan karta sida aan ugu jeednaa Soomaalida qaabkii uu noolaa tabo iyo qaabkii ku noolaa jirta marka wixii hore jiri jiray ee dhaqankii hore la waayay oo sidda gurmaya iyo dadkii oo kala fogaanaya xiriirkii labada qofood ama labada qowaat aan ka dhaxlo aan Abdulkareem aan waxa keenay tashuushka intaas la eeg aan anagu waxaan nahay ummad Soomaaliyeed aan dadnii jooga iyo dad magaalada jooga baan isla nahay dadka magaalada jooga waa dad u badan aqoon miyi waa asal xagga ka soo jeeda kuwii ku dambeeyay dawladda joogana waa inay halka jooga aan point aan rabo inaan wax ka ogaado waxa ay tahay aan shalay hadii la soo dhawayn jiray maanta meelaha qaar markuu qofku aado xaggeedu ka yimaaday yuu yahay aan qowa qolade mabduu aamisan yahay ayaa maana soo dadkii حيث ودينا أن الله عقف كان وعويا نفتي سوى الله غلغليا شلنا بخان أسوى إلى لنا يدين إلى لنا يدرس نمو إلى لنا يسوى مال نمو إلى لنا يأيو كالو ناكسا ولا لسوى مرتيا واجب كيسي وقود انشري أن مركي ايديولي شكا إيه سيستمي وعالم كالله قدبا أن سوى مالي أنو نعنقو وحيا بحا إيه أن دخان كينا وامحي بحا يعني إفكتيا كسمي أو يعني قلنا أيو تانجري خلنا أيو ولا لا صح بدكورتا وحن وصلين كرنا وعلين كرنا نمبر وان بدكينا بدكور باكو داعي اي مالك كلا دوان بالو هذي دبا داعي تغالا با داعين والا ورقا حي نقالنا كلا بالوغو ترسوم ولوغو من مي بدكي قارنا وحي لا صلاتين وحلا بقي صوتا هو سكو خصم اي قارنا واجه ورسيهينو مال اي اوراتاني مال اي اذاني مال اي كبلاوان محيان اي سيدي كوتنا وحال لبدونيا او لوباهي هاي ان لصوصا صومالي كوبا ميغا جوبا يا كوبا مغالا جوبا ان نقول جلجلان عليك انا لحين ان لصوصا لبدونيا قولي توني سبب والله اعلم بالله باوك كوين غضب عن نقضاني مكساس دراديت وحال aragtay xiliyadan dambe markii dagaaladii dhacay kadib in oda dhaqameed qab qable in unit waxa uu waxa lagu maldahay siyaasad baa lagu maldahay waa tahay aan kugu soo laabto aan qadka telefoonka ayaa lagu jiraa bal markaan qadka telefoonka ayaan ugu gudbayaa haddii Ilaahay raado aan halo salaamu alaykum assalaamu alaykum السلام عليكم حرام علينا يا ولاك سوى اسمع لله نعم وحان سرجينا انو دبنا وصول لابن دون احدو ايه بير احدو ان عروسي وضع برامش كورا عروسي كلا مركا وحاوي ان انت عيرا اه تبكي وناكسنا اما عانت بدنا اي صوماليات اي اس قرب استاقي جري اما دقان هايسكو قرب استاقان اما اهيوك لغو كسر ايسان ونمرشو هايسكو قرب استاقان dadkii waa la mashquuliyay dacaayado ha loo isticmaalo amba ha loo isticmaalo xoog ha loo isticmaalo dadkii marin habaab baa lagu sameeyey marin habaabka lagu sameeyey hala siyaasadeed haddii la rabo hadda xilliga hadda lagu jiro malaayiin badan baa loo bixiyay malaayiin hadda jiro iska bixiyay waxa aragnay waxaana hore loo arag waxyaabo badan oo kala duwan dadkii oo kala xiran matalihii dadkii matali lahaa ee dhaqameedka ahaa ee xagga dowladda u matali lahaa iyo shacabkii oo kala kala socda taasna waxaa sababay wax la yidhaahdo marka horeba wuxuu ku yimid gacan ku samays oo wax natural ah dadka ayagoo galbinaya caro ku daadayeen oo garbaha ka taagan yihiin oo faraxsan yihiin oo gubaanadoodii wuxuu ay wataan soo ma garbininka waxaa lagu waa la siyaasadeeyey taasina waxayna dhaxal siisay dad bulshada inay sii kala go'do marka waxaan rajaynayaa ama aan ka rajaynayaa ummadda soomaaliyeed weliba dadka matala in lagula xisaabtamo qof walba mas-uuliyadda uu hayo xilka uu hayo
سيدا نيكا شقالي سيدا شقالا جاي ها او شقالي سيدو جوكا ومسو جوكري لوراح ساطمو هدو كودو وعيو ان ماتقانا discipline الاكشن وحدالو لويديو هدي او وحيارة ديرار او سبايو criminal action لسيقاسيو شقالي سو كوايو انا ماشي لوهار مركز لحساب تنوع عاصوك لا competence بالي لا وفك اول تيسا وان لقياسو روحك صبحك واتا وحاجر اسيسا معالمكو لكن هذه أدنى هي سن لطالين هو يتفاجب على هذا
qaybo badan oo bulshada ka mid ah ayaa laga talayaa hadii maanta la soo saaray injineero hadii la soo saaray dhaqaatiir hadii la soo saaray dad xirfadley ah waa garta waxa soo dhana marka waxa weyn waxay hoos imaanka basan ku sheegay saddex qaybood marka tan Soomaaliya marka uu soo laabto kulay waa waxyaabaha aan u baahanahay inaan xoogga soo reebdo dowladda hadda jirto inay xoogga saari doonto in la helo wax guud oo matali karo dadka wada nool inkastoo hadda ay jiraan hay-ado madax bannaan qaarkood dowladda ay la shaqeeyaan tusaale waxaan kuu siinayaa waxaan tagay India sanad dugsiyeedkii ama jaamacadihii markii la dalbanayo dad badan oo kala duwan oo Soomaali ah oo riijina kala duwan ka yimid ayaa dalabaad waxbarasho soo gudbiyey qof walbana timber gooniya buu wataa shahaado gooniya buu wataa dadka ay u tagayaanna waxa weeyaan waa waddan kale waxa dadka laga filayna waxa weeyaan waa in hal waddan ay yihiin marka ciladaha noocaas oo kala waxay keenayaan dadkii sida ay waraaqaha ugu kala tafaraqsan yihiin dadkuna inay ku kala tafaraqsanaan marka jihayn guud oo bulsho ahaa caalamkii iyo hay-adihii adduunka xataa ku mashquulsan oo confusion ku noqonaya ku jahwareeraya aad baa lagu jahwareeraya marka waxa weeyaan inkastoo isbedela badan iyo wanaag badan iyo dadaal badan ay dowladda Soomaaliya inta hadda jirtay tii horeba ay samaysay weli faaro la fara kama qodna manhaj waxbarasho ama curriculum ummad ay leedahay oo siyaasad kala duwan leh dhaqan kala duwan leh inaad kasoo qaadato qayb kasoo qaadato waa tahay Cabdikariin aad baad umahadsantahay waxaanu sheegnay dhibaatooyinkii duruufihii dhacay dhibaatooyinkii kalfansoo sidee lagu xallin karaa oo hadda commitment iyo community strong yahoo hal qaab waxo wada wada oo nidaamkoodii iyo horumarkoodii ku macnaha ku yacni ku qarsoon oo yacni si aan khibrada ku jirto uu gaamin karo oo aan wada shaqeyn iyo walaalnimo iyo macnaha hadda sidee loo heli karaa mana waa su'aal fiican Cabdirasaaq dowladda tuwaa dhiskara system of government waa fududahay soo hadda ka aragtaba waa haykalkii dowlad ahaaneed wuu jiraa kala dambeyntii wuu jirtaa laakiin dad noola ah si loo dhiso waa arrin taf ah waa arrin u baahan adeeg wadaniyad dadnimo iyo ideology fikir meel ku salaysan marka waa arrin u baahan in laga wada shaqeeyo hooyada aabaha ganacsatada macalimiinta dowladda iyo weliba qofka Soomaaliga ah inay ka wada shaqeeyaan ay u baahan tahay weeyaan wacyigelin joogta marka waxaan ku darsan lahaa oo aan soo gudbi lahaa in wacyigelinta dadkii markaad wax u sheegayso mana aad xukumayso ama aad teemaysaan kudushin aad u sheegayso qofku waxa ku xukumayso iyo waxa aad ka dalbanayso inuu ogyahay weyn marka dadkuna waa aaraacdooda iyo fikirkooda iyo kalsoonidooda ay mamaamkii dadkii wax maamulaya ay u dhiibteen waa kuwii wax maamulaya dadka ay maamuli lahaayeen waxay ku maamuli lahaayeen inay baraan ama ha u soo maraan long term process ama ha u soo maraan dariiqada leaflet ama ha u soo maraan mary ha u soo maraan waa wacyigelin joogta ah oo dadkii la bara qaabka wada noolaansho iyo danta guud ay ku wada nool yihiin haddii taas aysan imaanin dadkii waaweynay jiitaan ku jiida jiitaan ku jiida taas bay noqonaysaa marka waaweyaan waa qaab mas-uuliyad guud waana dowlad kaliya saarneen waa qaybaha waxbarashada diyaariya qaybaha waxbarashada dadka bara ganacsatadi hay-adihii ganacsiga iyo tababartii kulli inay ka wada shaqeeyaan ay dadka nooca ay soo saari lahaayeen ay doortaan malin jiisaan rabna oo lug la ah wasan waxaa rabaa in lixiisa la xadlado saar qaali noqdo macnaha nin jiisa markaa ka wadaa qof kaamil ah oo dee waxbarashadii loogu talagalay la waa gartay miyaan rabna nooca aan soo saarino bulshada aan rabno waa noocee marka ma fakariin badan lahaa kulli qolobada ee soomaaliyeed oo qolobada weynaan u hayay ay ka mid yihiin dadkooda way wadaan wayna dadaalaan dadkana way wacyigeliyaan
لكن واحد بروح يكسر بشوية التكس كي يفاليو قريقة على ده ماشي أتكتمت لكن كاجا يفكر كأريقة أتكسر كرتي يمشي أتكتمت يكسر لسنا دون ده دون كواح كسر واحد وصبع واحد بمر بك بلغان مركا ساس ما تجينا شاء الله أدي أنا ما ستأي دور الأولى حنا برتك هو بشرنا برنامج كي برشدة أو ما أنت أنا كفلا قيني لي وحيا بها قرصون وحيا لك بيستا كوميونيتي أو برشدة مركزي عالم كوكوغان إيه قاوب كلوغا مارتي هورتي كرو أن تلفون كشاجة كوكوغان ونقل سوى حرير كرتا أسلم رعان تأسنا سان هوريد كوكوشي من عرقتي دينا وادو مدح بنانتين دليل كخرصونا مركاسي كسو عدد دلك صوماليا أما أمد الصوماليا دو مركا دقن كويدا لغوحي لينيو دين تيد لغوحي لينيو خرمر كويدا ودن كويدا لغوحي لينيو ودنو دلغالا دغالميو إيو حيالها لمدكا سيدان وقود بكرنا عقبالي عنو عاسا قابكنس وقود بكرنا سيستم وناكسن او مركاسي انو وحكوه بقبسن كرنو او مكوه بقران كرنو وحيالنا عالم كرنو وإمانيسا إيو مدى دحلينو انو اسكوه بنو يسيدا انو مركاسي هدو إلا إراد اوغا مركاد بادي ما سنتين تلفون كوادين فرويا وانا نغل سوحي بالكرتان ابتكرينا انكو بسو الله تعب بادي ما سنتين انو احنو كهلنا واري ما بلشادة طبعا marka qaar hadalku wuu la galaa siyaasadda because political key and movement key si and organization key administration key and daily ah ee dalkeena iyo horumarkii linki bay leeyahay isku imaanayaan marka qaar business key ganacsiga iyo system key dawladdu linki bay leeyihiin and markii ay tumaado laga hadlo duuf markaas taagan dadku inta badan dawladdu bay leeyihiin wax qabad ka sugayaan bulshada waxa manage kareeyo waxa yani dawladdu marka inta badan buule barnaamij ku barnaamij sharaf bulshada yahay hadana aan wuxuu aan yani link ku yelanaya political ka saata barnaamij gaar ah siyaasada oo aanu doonayno inaan siyaasad gaar ah ku falanqeyno moonanahay aan waxaan ogsoonahay umada Soomaaliyeed qayb badan bay ka kooban yihiin dhaqan badan bay leeyihiin waa dad turid wanaagsan aan ayadoo dibkaas aad aragto oo jiraaya maanta dadnimo wanaagsan Soomaalidu ay ka ethnic wanaagsan yihiin dowlado badan oo maxaan ku leeyahay Afrikaana markii la yiraahdo xagga binaadnimada markii la yiraahdo xagga islaamnimada markii la yiraahdo xagga dhaqanka oo waa dareemi kartaa in nin dhaliqaan iyo dhaliqaanana waa tahay kaaga hadli maayo mid aan hadaana anagu nahay Soomaali sideenu markii iska wada xagga dowladda iyo maamulkeeda xagga iska dhig bulshadu community go sidee bay wada shaqeyn karaan ogolaalnimada adirisnimada soomaalinimada qaabkii loo horumari karaa si wada jir ah macnaha wixii naga dhexeeyay oo diiga iyo dhaqanka iyo dhalinyarada iyo dhulka iyo maxaa ku dhahay everything ay ka mid yihiin su'aal fiican oo aad u qoto dheer markay ku hurayaan ama wax isku darsanayaan waxa asaas u ah in isku calafiyoyihiin aur fiyobi da marka wa in la doon doona la raadiya sida qofka isbitaalka loo cararo markii jirro ama dib uu ku soo koro ayaa qofka qalbigiisa iyo qaabka uu dadka ula macaamilo buu u jirada marka waa in horta la helaa dad isku aur fiyo oo is cafiya xubnaha qowl wadaagta ayagoo istiraashina qowl wadaagaan لكن how long جري كرتاو هو ده جاس مثل ما هو بس تكاشا and واحد بدل واحد مو مورق بسكرة maybe short time هو مورق بسكرة انت هو حياة كعيا لين وهي دي دبارة نقفل ماشي دي قبل عبسا مركا لكن دتك حياة سكور كانوا سياسة ده لما دحت عليه كريسا بشري هو ولا لو أنا سنح كلام تصارعنا هذا فرق بدل ما هو ليه الكلام وانا لسواركي مركا and ما حد سلاه ده هذا يعني السياسة دي اللي ده اللي بعد دتك كلهم بعد سلاه هاي بكل واحد كل شيء يعني نو بروبلم بدم باجرا هاي سو مالنا سياسة ده وحكاية مسيحيين أما نك سياسة ده وحكاية مسيحيين انتوكا أو قائنا oo inuu xabo oo hanti yeeshto rabo bay ka amisan yihiin meesha adduunka kale wadamada islaamka kale ama dadka kale ninka siya wadanka u talaya ama siyaasigooda ah ay u duceeyaan ay dhahaan war ilaahayow ninkaad qaybtiisa wanaagsan ilaah nu soo waafaj qaybtiisa shartaan ilaah naga leh negatifkii hore waa ka soo horeeya waa gartay wani ka soo shaqada bay kuleeyahay
نكنا ديو سو شغلت لو نسياسي ويواريك وكومت ويواريك وما مرد ها هدي أحرات يا أحرات وهذا مرام كي مرام كي مرام كي مرام أريد أوس باسكري ها مرام نكو غيرك كو حيو ها هدي أحرات سومالي دابع تحاي او هرمر يو وناك اتكدير نعي سؤال كاقي فمل كاقا نكا غاري كوهو احبار حنعن ودد حاو قارن حاسي نمو قدوا اقي قري ماشو كو وراجيه كو عبار قليو بيوان معسن تماشي تبا كو وراجيس ماشو كو حميينا كولا جارنج قرير واحو ميسكري حديهنا وحاو كو حمي قلت كو سمي عدامه ودي ايو الدلد ودي كان او كسح كسحا مرقنا تابع جرتا دادك الصوماليات وفكي مقاعد إماتة أما فريق قدر إماتة أما مال إماتة وسياسي وفكي مساج سوء استكتا وسياسي الولاد وحي باعسك غير أحضر صوم وحصر صنكو شاقة وحي كسو بيشو بنايسا وحي قلنتي دادك الترمنولوجيكي سياسة دا يوحي سياسة دا يوحي عن سياسة دا يعني لو قلب عشا وحي أهرم بلشيدة لو شاقة دورك أي عيار كران هي responsibility as a community as a Somali نمو as a شعب أهم لغة داهية هاي إن برتان دورك الدولة نمو لغة داهية هاي إن برتان إلا غضب من بعجلة أنا قد تصارحان وحنين سو قال يا for example طريقة هدي أو قاعدة سواء بعد عربة إذا ما أجنبي بوطن كجوجا أما نقول نفتو ذا العربية أما Somali ذا عويان هو حيان كواري بوطان اما وردنكي جددكي ميا قانين دبكي شعبك الصوماليات وردنكي جددكي درغي لك ليا قاني هدي جدكي ميش اللو قطلق ليك قوي ويا ني كان وردنك لا قول نوع الرأي وكو جيريا مرقا عديك الشخصي اهان مسؤولة باقو سارم او جدك ميش اللي قويني دريق اللي قويني كو جدك سمي ايغان مسؤولة باقو سارم كمرا ايغو جدك مراينا مسؤولة باقو سارم marka qadnay wada qayb buu ka hayaa wada shaqeyn waay abdalla marka hadii arin dhahay meel loo wada shubo ka oo leeyahay wax walba waxa ka rabnaa meeshaas wixii wadankii iyo nidaamkii la wadana leeyahay dadka loo saasho ee galbeed baano keenay leeyahay adigina aad wax keenayno ma taqaan ama fikir ama philosophy aad noqonayno fikrada cusub aad keenayno qaabka bulshada lagu hormari lahaa qaybta waxbarashada lagu hormari lahaa qaybta siyaasadda lagu hormari lahaa dadku wax walba qaybsan lahaa تلا أريا مرة. نقدك وحلوة بهاي هاي. هنا قنتر هريان. عقل جودي مسكحون استعمالان. مفكرين كوف سلاسن فكر كودا لونج تيم هي النقطة. إن قف كرايسن كوه لين وحى أسيق على جرحه. وده شقين تاس بالوة بهاي هاي. هدي لاير هذا وحى ويان إن وح ونكسن إيو كلاطن بنتي إيو نظام كيس سومالي نمو يسيد سومالي كروي قانو يسونو قلي سباي والو قدر. Mereka balik ke latar Somali. Nak kalah ke latar Galame, diintar ke latar Galame, fizik kalah ke latar Galame, walau dukai, untuk kibala berpuri. Mereka wah asal dan outcome kita Somali untuk segera kita menaik. Wah ramah bahar, ramah Somali, ramah lesuari kita. Amah arah berkeren. Wah kita Somali, wah yang nafati masih ada dalam negara. Tapi wasidu. Tapi wasidu. Orang sebelah kumadai. سيدي وعدك يهديمتي سيدي بي نحن كو قادك يهولو سبتلاي ير ايجران سيدي بي عاريك يدب نما دي سومال نما يودن يدي سومال نما ولي اقو مقاطع لكن دادك ما دمان وادي من لعين دادك نكا ميدا كلمة وقلنا الله هاي on survive وقلنا هاي وعويان وethics كان يبالو بيعلينا way of life كان يبالينا دي عن سومال نما سيدي عران متقن عن سوء هندرنا إن 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 ودجان أما وذا بلشوا أما حرير متقن أما كنا إن 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 فكرة هايرو دي من هذا إحنا ولا عليه مركزين ولا عن وهاجر إنه هم جيم سوالي ده وهاجر أيان إن وحنا أن ولا بنا أيام مهمة وح كتر كتير كأي كأنك سمعس كأه لوجد اللي هي متقن إن ده كجريتان كده لوجو ببريو بس كده عليه وعرفتي مركب بيأدى اللي رهلو حدقي يونسوم إيوه دواعي 1994 كي 95 كي. لكو حياة بنبلغو ذاتش. في رياح لباك الصباح. هو هرو الواقون. هرو الواقون كده هسو. لكا مركي مك يا ما ضاعي مادين. بعد ما ضاعي إنه إلا حتى.
إن دكا إن ولا كحل جاس عن قياس إن دكا كاس أي وردة كجوجين إن جيبه عن عصب اللي ده ما ليش اسمه علي علي جوب ما الله يعلمه علي جروب علي جروب جيت كده كده قال ماشوك الصبح أنا جيبه أودون أي ببوي كصبح جيت يهود كاسي هراء لا ينشل إسمه تجيت يهود كا ما كاس بون وصبح تدي هراء حاجر نمرة حتى عن كو على نحل جيه وقت كا ما واحد نوي كان المارون تاع ما هو جينا عليك أبو رين اللي هو حير ولا هو علم إلا وهو بانتاي نسنتيف بروس بانتاي سنتيف بانتاي لكن هو أكتر عتوه حكورة وحيان بدنا أنت مو غطيك يعني بعيد كبدنا أنت مو غطي أنا هو داري أنا داو هذا بدنا نرجع سيرة كمان وهل كان كنا هاي دلالة خرسون دلالة خرسون هني لأن بدنا هاد مركب في الصومالي بدنا عفمات كمان راح كلوه هاد وقت كذي سعفمات حلو خبر وعي عمره أصل oo somalay hor u dhaha jiray baa ta jira oo dilaaga khatarta ah oo dadka somalid koos waxa xusta in muddo labaad oo la soo sano koor waad ha een statistics macnaa ala research medical research ay sameeyeen oo dadka west bank ee waxay ku darsayeen dadka africa ku nool bilba sida east africa ku nool why ay overkill dad cancer ka ugu yar yahay أنا جوا حوطة ديارنا، وتكنولوجيا في عنا هيسنا، عفمات هيسنا، هذا هو نقول فرنيا. أنا وقت هاي أنا عبد الكريم وقت جاء إنه هيا نيوز كي ومارتي نسويها جا، أنا مركب برنامج كان سوق قبلني يا وحن رجيني يا أنا وان سكين خادم هذا مد سمارة دوكو باقي سا. بسم الله الرحمن الرحيم وحلاه كبري يا إنه نواف جوا حوجا علي هاي يا وح أورالك يا. ومد الصومالية وحن نقول باقي يا. نمحو إيو دقن وراكسن إيو الدين كامل هذي كجتا إيه كل عبتان عبرتان واتحي أبي 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 محسن تحي داود يال أبي 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 محسن تحيين حكا نقل سعوتين وتيفيق عالميكا هاي كالسن حرمت أوكولي هاي قلبيتك مقالة باللندن برامشك وحا إيقال قيب قادني عبد الكريم محمد وحسب أقول يعني صومالي تسلم روان تحسنا كسو شقي قيبة كمدة ومارة تغيف ربضان ومركاسية أما هيومانيز تيريان كمدة أما أن بابليك سافيس كام وحيا وحلا ميت كام أن مركا أدبان وقمحد علينا رمتي وقتي قوم نسيي برامشك وحا أدار كيسان وحريريني عبد الفتاح علي شروع أودان كفرسمة إيقا مارة تعاوني وحانا إلا سعود سيني يعني قو عبد الرساق سولي علي إنتان برنامج كان كل مدد وكل ما وحنك كتك نسيدا أيها نبدك اليوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.